السلام عليكم أعزائي، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. في هذه الحلقة إن شاء الله اللي غادي تكون مغايرة على العادة، بحيث غادي نقدم لكم الأخت ديالي اللي غادي تهضر لكم على شي حويجات اللي غادي تعجبكم بزاف في نطاق العمل ديالها اللي مختص بعلم الطاقة والجذب. وكنتمنى تستافدوا من هذه الحلقة هذه، لأنكم ما شفتهاش غتكون مفيدة بزاف. أصريت يعني باش نقدمها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعي قناة فاتي فاس الكرام، كنرحب بكم بكل المتابعين الجدد، كذلك كنتمنى تكونوا بألف خير. هذا النهار غادي نتكلم على موضوع ما غاديش نقول مهم، لأن كل المواضيع اللي كتقدم لكم هذه القناة هي مهمة، ولكن غادي نقول موضوع مختلف نوعا ما. هو موضوع معروف عند الكثير ومجهول عند البعض، ألا وهو موضوع المرايا. فما كانش شي بيت يخلو من المرآة، ولكن ماشي كل شي كيعرف يتعامل معها. المرآة عندها طاقة مهمة، وهالطاقة الطاقة احنا اللي كنقدروا نخليوها اما ايجابية او كنحولوها لطاقة سلبية. فاول شيء خصنا نعرفه هو شكل المرآة اللي خصنا نشريه، وانا كنصح بشراء المرآة الدائرية وان كانت يعني صغيرة، يعني نقدروا نديروها في الصاك او في يعني في الحقائب ديالنا، او كبيرة اللي كتعلق في الحائط، ونجتنبوا الاشكال المربعة او المضلعة، وضروري يكون عندها اطار، واحسن اطار هو اطار خشبي. والحذر من المرايا المسننة او الحادة اللي كتكون خالية من الاطار. ثاني شيء هو اللون، نجتنبوا ما امكن الالوان الغامقة كالاحمر الارجواني البرتقالي، ونختاروا الالوان هادئه اللي كتعطي طابع هادئ للمكان. ثالثا المكان اللي يجب تعليق المراه فيه، يعني ما نعلقوش المراه ابدا مقابل مدخل البيت او مقابل باب الحمام، لانه كما هو معروف الحمام مكان الخبث والخبائث، اي مجمع الطاقه السلبيه كلها. ولا علقنا المراه مقابل الحمام غادي نعكسوا الطاقه السلبيه، غادي تنعكس الطاقه السلبيه للمراه وتنتشر في البيت. ومكان اخر اللي هو مقابل اسره النوم، حتى هذا المكان ما خصش المراه تكون يعني معلقه وكتبين السرير اللي كنعسوا عليه وحنا ناعسين. يعني خص المراه تكون بعيده على اسره النوم، متعكسناش وحنا ناعسين على الاسره. ويعني والحل الا كانت عندنا شي مرآة ومقدرناش نبدلو المكان ديالها، يعني في وقت النوم نعلقوا عليها شي ازار باش ما تبانش الصوره ديالنا عليها. واخر بلاصه هي ما نعلقوش المرايا في شي يعني مقابل شي منظر يكون غير مرتب ومبعثر، او شي مكان اللي كيكون يعكس موقد النار، لان كما معروف ان النار هي طاقة حرب ودمار. ومن يكون الانسان حزين، اياكم ثم اياكم النظر في المرآة بصورة مكتئبة. انسان يعني مخصوش يشوف راسه هو حزين او مكتئب او كيبكي، لحقاش غادي تزيد يتعمق الحزن اللي عنده. ودائما لما ننظر للمرآة خصنا نشوف فيها وحنا نبتسم، وإن كان يعني عندنا الحزن داخل، وإن لكن خصنا نبتسم يعني غير نمثلو بأننا يعني سعداء. هذه نصيحة مهمة جدا للإنسان الكئيب اللي دائما كيشوف في المرايا، يعني هو خصو يشوف فيها وهو مبتسم، وغادي ترجع عنده ديك الابتسامة عادة، لان المراه غادي تساعده في تصديق صورته المبتسمه ويتخلى عن الحزن ديالو بالتدريج. هنا بزاف منكم غادي تفكروا كلام جداتنا ووالدينا على المرايا المهرسه، لانهم كانوا كيتصرفوا بالفطره وبدون علم في مجال الطاقه، ولكن كانوا على حق في هذا الموضوع، فيه بزاف ما يتقال. وانا خبرتكم يعني غير بالاهم، ونتمنى تكونوا يعني استفدتوا من هذه النصائح ومن علم الطاقة، لأن علم الطاقة راه مجال كبير وفيه ما يتقال. إلا عجبكم الفيديو خبرونا في التعاليق، وما تبخلوش علينا باللايك وفي لي كومونتير ديالكم، يعني
عطيونا يعني الاراء ديالكم في هذا الموضوع، ولا كان عندكم شي موضوع باغيين تحطوا عليه يعني في مجال الطاقه، نتمنى انكم تقولوا لنا، حنا مستعدين نخبروكم يعني بزاف ديال الحوايج اللي كتهم هذا المجال هذا. شكرا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.